خويا نعاود لك قصتي من النهار اللي عقلت في هاد الدنيا. اها خويا كنت انا باقا صغيره، عندي ماما وبابا كتفارقوا، كانت عندي عامين اها وبقات مده في دارهم، وعاوتاني رجعت لي وولدت مع اختي، عاوتاني بقات جالسه معاه وشويه طلقت منه وجات لدارهم. هي هذيك ماما جات لدارهم وشوية بقات جالسة، لقات مشاكل مع خوتها، تبقى تخرج بالليل، ما خوتها ما تيبغيوش هذاك الشيء. كل مرة ولات تدينا عاد مرة تتخليهم، تتخلينا أنا وأختي عاد مرة وتتمشي تخرج تدير اللي بغات وتجي. العائلة ما عجبهاش هذاك الشيء. بقيت هكاك حتى درت أنا سنين، دخلتني الخيرية أنا وأختي. اختي شويه مريضه، عندها مرض نفسي، يعني ما قبلوهاش في الخيريه وانا بقيت في الخيريه. بقيت في الخيريه مده تا وصلت للسادس، ولكن تنجي عندها في العطل، وداك الشيء من تنجي عندها في العطل تضربني تتكرفس عليا، وهي مده هذيك المده الكامله فاش وصلت للسنين تزوجت. هي غير تزوجت دخلتنا الخيريه، حيت راجلها ما قبلناش. هي هذيك فاش نجي عندها للدار تسقط عطيني نصبن هكا بالفراكه، وانا باقا صغيره ما تنعرفش، تتشد الفراكه تضربني بها، تتهرس لي يدي ولا شي حاجه. وبقات هكا واحد المره عاوتاني جيت من الخيريه، جيت عندها هكا في العطله، بقيت جالسه معاها وكانت كاريه هي وراجلها. باش كانت كاريا هي وراجلها تتخلي راجلها يخرج وتتخرج رجلها عندها في الدار. وانا نحصلها، ومن جا راجلها قلتها لي هو يجي يضربها. قالت لي مين جبتي الهضرة؟ قال لها راه بنتك اللي قالتها لي. خلاش وحتى مشى دات المعلقة حماتها مزيان وحرقتني من فمي كامل، ومن هكا من تحت وعاوتاني شدات الفراح حرقتني به من فخادي. قالت لي باش عمرك ما تشوفي حاجه وتقوليها. هي هذيك ودارت لي هذاك الشيء، مشات للفارماسيان شرات لي البوماده ديال الحرق. فاش بريت عاوتاني مشيت للخيريه، بقيت مده تكبرت هكا. خرجتني من السادس شدتني للديور تخدم فيها، وليت تنخدم في الديور، وهذيك الفلوس هي تتشد تتخلص بها، انا مستعطيني حتى شي حاجه. انا مابقاش عاجبني هذاك الشيء وليت تنهرب من دار لدار، حتى تكرفسوا عليا وبقى ما تنعرفش الشقا وتفيقوني بكري. وليت تنهرب من الديور وجيت لعندها. جيت لعندها بقيت جالسه معاها، مثل لبست روال الجين ولا شي حاجه تتشدهم تتقطع لي حوايجي كاملين، تعطيهم لي غير الناس تقطعهم لي. شدات الزيزوار، حسنت لي حجباني وحسنت لي شعري. قالت لي باش هاد المره ما تعاوديش تخرجي للزنقه، تبقاي جالسه حدايا. وكانت تمشي تطيق هكا القاعات ديال الافراح، تطراسي لي حجباني بالقلم وتديني معها تنطيق معها وترجع للدار. صافي بقيت هكاك ما بقيتش حامله ديك الوضعيه، بحال هكاك وانا نهرب للزنقه. هربت للزنقة، تبعني راجل هذيك النارية، بقات يهددني باغي يشدني صحة يتكرفس عليا. من جيت وقلت لها راجلك باغي يتكرفس عليا، قالت لي انتي علاش تكذبي. مشيت انا وياها للبوليس، قالت للبوليس علاش تكذب، ما باغيش راجلي يتكرفس عليا. صافي وانا نخرج للزنقة في خطرة معاودش رجعت عندها. خرجت للزنقة بقيت تنبات غير في الزنقة، تنطلق مع البنات هكا علموني تنتشمكر. بقيت في الزنقة، بقيت واحد المدة، مش قد واحد الناس شدوني، بقيت جالسة معاهم درت هذيك 13 عام كيف حالها هكاك عاوتاني، وهذيك الناس هي تجي عندهم. قالت لي ما انا بغيت بنتي. جيت عندها سيدة ولات تديني، حسك عند واحد المرة اللي ما مزياناش تديني تتخلص عليا. كيفاش تتخلص عليا؟ وهي جالسة معايا. شنو تدير مع هاد المرة؟ ماما تديني عند هذيك المراه اللي تدخل عندها الرجال. شنو غديري عندها؟ غير تخدمي عندها؟ لا ماشي نخدم عندها، هذوك الرجال غيتكرفسوا عليا. او
وهي تتخلص وهي تتخلص ديال الدعارة باش تكرسوا عليكم وما كتخلص بلاصتك. واش حكيت في عمرك؟ كانت عندي 13 عام 12 عام كي بحال هكا. او قسمي بان كلنا قسم لك بالله العظيم قسمي بان اقسم لك بالله العظيم واو واو وتخيل تحطوا داك الشيء في الطبله وتشرب انا وماما في الطبله في نفس الطبله تشرب انا وياها والراجل لا مشيت معاه انا حتى هي تمشي معاه بقيت هكاك بقيت هكاك بقيت تنشوف هي تدي لي هكاك وانا ساكته ومن الفوق لاصا حتى واحد ناريات ماما اديني لواحد السيد هذاك السيد في الاول قالت له لما عجباتكش هادي ما قالتش له بنتي قالت له لما عجباتكش هادي انا نمشي معاك قال لا انا بغيت هادي بقى صغيره عجبتني وفاش مشات هي بوحدها وعطاها الفلوس ومشات وانا مشيت مع السيد قلت له هذيك راها ماما وشنو دايره ليا وشنو دايره ليا وهو يقول لي انا قبلتيه نديرك مرتيك بحال هكاك قلت له انا ما كرهتش قلت له ما كرهتش اليوم قبل غدا هو يقول لي اصبري معايا حتى انا كنت باقا قاصر المهم بقيت مع هذاك السيد وهي واخا عرفتني معاه ولا تديني رجال واحد اخرين واحد نهار وانا نهرب ومشيت مع ماماك هادي ماما اللي ولدتني من كرشه وعندي خالتي وعندي العائله عندي كل شيء اللي يشهد فيها هي هذيك السيد مشيت هربت لعنده وانا بقيت جالسه معاه ما دانيش لدارهم حيت ما عنده لا مولا با عنده غير خواتاتو مشيت بقيت جالسه معاه قال لي انا راه باغي نتزوج بك ماشي باغي نتفلى عليك بقيت جالسه معاه وهو يقول لها راه انا باغي نتزوج بها مشيت نسول في المحكمه ما يمكنش يديروا لينا الاوراق ويقول لها غادي ديري لي تنازل باش ناخذ البنت وهو يولي مكلف بيا هي ما بغاتش بقيت جالسه معاه داني هذيك الساعه لدارهم حتى حملت معاه درت معاه وليد عندي 15 عام عاد باش حملت ولدت الوليد على 17 عام هي هذيك وي موت با الله يرحمه ما خلانيش نمشي للجنازه ديالو قال لي الا مشيتي ما تخليكش ما ترجعيش تعرفتني حامله عاد جات دارت هي ويا التنازل دارت له تنازل بلي راه هو اللي مكلف بيا هي هذيك بقيت عايشه مع داك السيد على خويا بدات تتمني تسمعك فاطمه الزهراء نتمنى كلشي يبرك على الجميع باش ما تبوكلاش باش ما يوقف لكم شاف كلشي بقى يبرك بحال هكا كملي لي بقيت اخويا عايشه مع داك السيد حتى عاوتاني حملت ولدت بنيه ثانيه حملت ولدت بنيه الثانيه هي هذيك بقيت عايشين ماما بقات تمشي وتجي شويه ولاو تينوضوا الصداع والمشاكل بقيت بحال اللي ولات تقلب عليا ما بقاش كيف ما الاول ولات تنوضوا الصداع والمشاكل من ولدت البنت ولات تنوضوا الصداع والمشاكل انا نفسه تيجي تيضربني بلا سبب بلا ما ندير له حتى شي حاجه تيضربني يا هذيك واحد المره اختي خرجت من الحبس هذيك اللي قلت لك عندي اختي صغر مني خرجت من الحبس جابتها لعندي جابتها لعندي دازت هي وياها في الدار عندي وهما يا عائله معروفه ما تبغيوش تقعوا المشاكل قال لي هادشي هذا كامل انا عييت منو عييت من امك صافي تقطع العلاقه ما بينك وبينها قلت له انا ما تقولش لي هاد الهضره قولها لها هي صافي باش ما تبقاش تجي عندنا وما قدرش يقولها لها قلت لها ماما شوفي ما تبقاش تجي عندنا راه تدير لي صداع المشاكل جلست هي تهرس لي المعان كاملين دقدقاتهم ليا كلشي دقدقاتهم الراجل من جا وشاف هذاك الشيء وهزات له واحد الفلوس من جا شاف هذاك الشيء قال لي اخر مره لقيت عتبي عندي في الدار وصيفطني لعندها بقيت جالسه معاه كتنصوني ليه في التليفون بقيت نبكي عليه عيطت ليه ويقول لي انا ما عنديش نديك وانا رجع عنده رجعت عاوتاني بقيت جالسه معاه ولو ديما الصداع والمشاكل انا تنميك هو تيضربني تيمشي يتلاقى مع البنات
وفاش نهضر ما تيبغينيش نهضر. جا العيد الكبير وانا مرض فيه، مرضت وليت تنطيح، كنت هازه بنتي صغيره وبقيت تندورها بوحدي في هذاك المرح كبحال شي طرومبيه تدور في هذاك المرح كبحال هكاك، بقيت تندور حتى طحت. وشويه بقيت تنتمشى على الزجاج والحجر في الارض، ما بقيتش نحس برجليا وبيديا. مين جابوا لي الفقيه وداك الشيء قال لي راه عندها توكل، وتوكل خايب هذا اللي بغى اللي دلها التوكل راه بغى يفرق ما بينه وبين راجله. يا ديك الراجل بقى تيجري بيا من هكا لهكا، شويه صافي حتى هو ما بقاش حاملني وانا حتى ما بقيتش حامله بهذاك الشيء اللي داروا لنا. حتى واحد ما بقى حامل واحد. نهار العيد الكبير الثاني الاخر جاي تيهز البوطه وتيضربها لي على راسي حتى تنغيب والمجمر هكاك صافي. حتى ما بقيتش انا باغا هذيك العيشه، هزيت وليداتي ونرجع عندها. رجعت عندها بقى ما طلقتش، تخيل بقى ما طلقتش. تقول لي سيري دبري على راسك واجي. تنقولها خليني نمشي نقلب على خدمه. مشيت قلبت على خدمت في الملوي وحاشا، قالت لي الفلوس هذه ما كافياش، سيري خدمي على ولادك وجيبي ليا. تمشي تخرجني بالليل وانا بقى ما طلقت ما والو. تخرجني تقول لي سيري جيبي الفلوس واجي. تنخرج هكا وتنجي في الصباح وتنمد لها ديك الفلوس 5 دراهم هي الاخر ما تخليهاش ليا. سمح لي كنقاطعك، هادو صيفطوا لي زاد ماشي تصاور دابا، هادو يديك. هادو يديا وهادو وليداتك. هادو وليداتي بثلاثة. اختي واخا نوريهم يديك ماشي مشكل، ما نوريش واش غير يديك ماشي مشكل. كملي اختي. هي هذيك اخويا تنخرج وتنجيب لها فلوس الصباح من تنجي تنبغي نعس نرتاح. تقول لي ما تنعسيش، تقول لي ما كنتي بايته تطبني الكواش ولا كنتي تحكي الماعن، نوضي شقاي على ولادك ونوضي ديري وديري وديري. صافي مليت عاوتاني هذاك الشيء والراجل طلقني في هذيك الساعه، عطاني 1,000,000. هذيك الفلوس خداتها ليا، ما خديت منها حتى شي حاجه، خداتها هي. شرات منها سدادار وشرات منها ماكينه الصابون وشرات منها الشوبو، وانا كتجبت معايا عاود الطلاط ديالي من الدار، كلشي خداتو ليا. صافي مليت هزيت ولادي واخا ما قديتش نهزهم، هزيتهم وديتهم لباهم. وبقى حد كان شعل فيا ديك العافيه ديال ولادي. الدري يلاه عنده 3 سنين والبنت عندها 5 سنين، تقول لي ماما ما ديناش عند بابا كبحال هكا. هي هذيك ديتهم ومشيت خدمت في واحد القهوه، بقيت خدامه فيها. تنتخلص من 3 ريال في السيمانة وعاد البروفوار، بقيت خدامة وبعيدة على هي. وفي تصيفط لي هذيك اختي اللي مجدودة في الحبس، ما قدرتش نسولك. تتصيفط عليا تتهددني بالموس، تقول لي عطيني الفلوس وانا نخسر لك وجهك، عطيني الفلوس وانا نخسر لك وجهك. او تاني تنعطي لختي وتنعطيها حتى هي، تبقى لي انا غير فلوس الكرا وفلوس المصروف اللي تنصرف وصافي. تا ولادي ما تنصرف عليهم ما حتى شي حاجة. هذيك تطلقت مع واحد ولد الناس وهو مجوز، هذا هو الديفو اللي درت. مجوز قال لي في الاول غنتزوج بيك، وبقيت معاه درت علاقه مع غير شرعيه. هي هذيك وانا نحمل انا وياه، جا للدار جا خطبني داروا الفاتحه، ما مشينا درنا لا كعبات لا شي حاجه. باقي لحد الان البنيه دابا عندها 6 شهور. دابا هي تقول لي خلي هذاك الراجل في عنقك وسيري مع جار اخرين وما تسوقيش. نقولها راه واخا هذا ما دايرش بيا الكاغيط، راه راجلي راه داير بيا الفاتحه. تقول لي لا ماشي راجلك، انا باغا على الفلوس. وهي كانت ساكنه في البراكه وريبوها ليها وجا سكنها معانا وتيصرف عليها وكل شيء وما تحملوش، لا صبنت لي ولا دوش. تقول لي ما يديرش هاد الصوت عند مرتو ديروا ليه. واحد النهار يتفاك رمضان هذا يلا حتى نوجد الفطور، ما بقيت تنزيد انا وياها في الهضره. اول مره اللي نقول لها انت يا امي درتي لي وفعلتي لي وصنعتي لي كاع داك الشيء اللي دارتو، قلت لها في وجهها كبحال اللي خرجت هذيك الطاقه اللي كانت عندي. هزات العصا ديال الشطابه وبقات تضرب فيا، الناس تجمعوا وانا اصلا مريضه عندي فقر دم الحاد. ضربتني الكلوه نفخات ليا وهرستني من يديا وهز الجنوي باغا تذبحني بيها، وانا مركزة
دابا بنتي. هربت انا وبنتي عريانين، خارجه غير بيجامه قطيره وفرانه حياتي. هربوني الناس من عندها وجيت عند خالتي، ودابا تدير فيديوهات وتتهددني وتتحضر الراجل اللي معاك، تقول ليه لما تفارقتيش معاها عنصنع لك وعنترك لك عنشوهك مع داركم عنشوهك مع مراتك. وانا تتهددني تقول ليه من تخرج اختك من الحب. اختي دابا ما قالها والو غير شهرين ولا ثلاث شهرات خرج قال لي اختي ضربت شي وحده الوجه خطراتها وتشدت في الحب. قالت لي من عتخرج هي اللي تجي تفاهم معك، قالت لي عتجي تخسرك من وجهك بحال هكا. ودابا انا ناعسه ومهما بقيت ناعسه ناعسه وخايفه، لا تنقول ما نعرف فوق تجي ليا. والراجل تا ولا خايف ما بقاش كيف ما كان معايا ولا غير هارب. وهي تدير في فيديوهات زعما راه تتشوهني تقول لي مرا بنتي جات لك خوياك هذا شي فيديو. هي هادي ما قدرش نسوي ديك الهضره اللي قالت لي فيديوهات وتتشوهني مع الناس ومع العائله ديال الهضره اللي قالت. دابا انا بغيت شي واحد اللي يعاوني اللي ندير غير الوريقات ولا شي حاجه. وليت خايفه بزاف. دابا شحال في عمرك؟ شحال في عمرك؟ دابا عندي 24 عام. 24 عام اها. وحتى ولادي صافي تحرمت منهم. شو عايشوا مع باهم؟ عايشين مع باهم. واد الراجل معايا دابا غير البنيه. واد الراجل؟ نعم. واد الراجل اللي انت معاه دابا مزيان معاك؟ هذا الراجل اللي معاه دابا مزيان، هو ماشي من ناحيه المصروف هذاك الشيء، مزيان معايا في الاسلوب ديالو. واخا كاك حمد الله وشاكره حس مغطيه من الشتا ومن الزنقه ومن البرد هادشي اللي كاين. والعائله مره مره تيجيبوا ليها هكا تقضيه، تيجيبوا لبنتي الحوايج صافي هادشي اللي كاين. واخا كاك شكون في العائله؟ من عائله الوالده ديالك؟ من عائله الوالده ديالي، خالتي وخوالات ماما. اذا انتوا ما عارفينها خايبه؟ العائله كامله عارفينها خايبه. واو حاليا فين تسكني؟ تسكني في فاطمه الزهراء. تنسكن في قنيطره دابا. الا شي واحد بغى الرقم ديالك انه يعاونك ولا يساعدك في هذا الموضوع هذا نعطيه الرقم فاطمه الزهراء. ما عنديش مشكل. اللي بغى الرقم ديال فاطمه الزهراء يتواصل معنا عبر الصفحه الرسميه بي ا دي ار اسباس اش اي ال اي ال اي. كتب لي بغيتي الرقم ديال فاطمه الزهراء من قنيطره ونعطيكم الرقم ديال فاطمه الزهراء. فاطمه الزهراء مازال بغيتي تقولي شي حاجه؟ شكرا اخويا الله يسهل عليك. صافي انا ما كرهتش تبعد مني صافي صافي عييت. انا باغا نعيش حياتي كيف ما بغيت ماشي